هنا في بياريتس خيم ملف إيران على اجتماعات اليوم الأول لقمة مجموعة السبع، مع تأكيد باريس على وحدة الهدف مع واشنطن تجاه طهران. سريعاً بعد وصوله إلى بياريتس، استقل دونالد ترامب سيارته المصفحة واتجه إلى مقر إقامة الوفود في القصر التاريخي الذي عزل عن محيطه بطوق أمني محكم. على الفور عقد ترامب لقاءً مع الرئيس الفرنسي لم يكن مقرراً سلفاً، استمر لنحو ساعتين. شرح خلاله ماكرون مقترحه بتخفيف العقوبات النفطية على طهران مقابلاً صياعها التام للاتفاق النووي والحد من التوترات في الخليج ومناقشة ملفها الصاروخي وتدخلاتها الإقليمية، مؤكدا على وحدة الهدف تجاه طهران. المحادثات اليوم التي نقوم بها هي مهمة جدا لتضافر الجهود، خاصة فيما يخص الملف النووي الإيراني، فهي معادلة يجب حلها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. إيران كانت أيضاً أحد محاور حديث رئيس المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن النظام الإيراني وحلفائه يستفيدون من حالة الانقسام الغربي بشأن الاتفاق النووي. انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران لم يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، كما أن الانقسام في العالم الغربي بشأن هذه المسألة يصب في مصلحة النظام الإيراني وروسيا والصين. ينبغي على قادة مجموعة السبع أن يبذلوا جهداً إضافياً لإيجاد لغة مشتركة في هذا الصدد. ماكرون الذي يقود وساطة بين طهران وواشنطن التقى أيضا بالمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ثم ببقية قادة مجموعة السبع على عشاء عمل كانت ملفاته ساخنة مثل حرائق الأمازون وحماية البيئة، ومتنوعة مثل الحرب التجارية ومحاربة الفقر. أما خارج أسوار المدينة فقد استمر الآلاف في التظاهر، معتبرين أن النظام الاقتصادي الحالي يحتاج إلى تغيير جذري لعدم قدرته على تحقيق العدالة والمساواة. عز غريب، سكاي نيوز عربية، بياريتس.